احنا المفروض ان احنا معانا انفوجراف تحت عنوان 100 سؤال وجواب. بالظبط. وقلت لي انه في هيئه المانيه ساعدتكم في ده، صح كده؟ مؤسسه المانيه هي شريك لينا، وعملت لنا مطبوعات توعيه كلها بتحاول ان هي توصل بمنتهى البساطه للشعب بسؤال القانون ترجمناه ل100 سؤال واجابه. حلو قوي. طب هم 100 سؤال وجواب دول في ظل القانون رقم 10 لسنه 2018 ولائحته التنفيذيه، 100 سؤال وجواب على حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقه. قطعا مش هناخد ال 100 سؤال وال 100 جواب، نختار منهم اسئله على ايه؟ هو طبعا يعني ايه هي يعني الاعاقه، ذوي الاعاقه معناها ان يبقى في اعاقه في البيئه حواليا، وانا بحاول ان انا اتخطى هذا العائق في البيئه. يعني ما تبقاش وانواع الاعاقات المختلفه، يعني انا لما اقول ان عندي كف بصر مثلا، ما ينفعش ان انا اقول ان هو ضعف في البصر، يعني في انواع وتدرجات من الاعاقات. كمان الاعاقه الذهنيه هي مش بس ان يكون عندي صعوبه في التعلم، فانا بحط اسئله ازاي ان انا اكون عندي اعاقه ذهنيه، ممكن يكون ده صعوبه في التعلم، ممكن يكون عندي صعوبه في الكلام، ممكن يكون عندي صعوبه في ان انا يعني افهم حاجه معينه، ولكن ببعض الاتاحه اقدر ان انا اوصل للتعليم الدامج. مثلا يعني ايه مثلا تعليم دامج؟ التعليم الدامج هو مش ان انا احط الاشخاص اللي عندهم اعاقات في مدرسه لوحدهم، لا، ان انا احطهم في فصل واحد مدرسه. بالظبط. هو من حقه ان هو يتعلم ببعض التيسيرات، ان يعني ايه مثلا كود هندسي. الكود الهندسي هو ان انا بعمل اتاحة بدل درجات من السلم، ان انا بعمل زي يعني مزلق كده ان هو يقدر يطلع وينزل عليه بالكرسي مثلا. في برضو القارئ الصوتي مثلا. ايه هو القارئ الصوتي؟ هو اللي بيساعد الشخص اللي عنده اعاقة بصرية ان هو يسمع اي كتاب مثلا. الكتاب يبقى ممكن في كتب يبقى صوتية. بالظبط. صحف يعني صوتية. بالظبط. يعني اتاحة. يعني ايه اتاحة؟ اتاحة يعني تيسيرات علشان اوصل للخدمة بتاعتي. ممكن تكون زي يعني اتاحة مكانية او اتاحة تكنولوجية، او يعني في حاجات بسيطة جدا ممكن تكون يعني للشخص اللي ماشي في الشارع. يعني مثلا مكان الانتظار للاشخاص ذوي الاعاقه بالسياره بتاعته، في ليها مواصفات معينه. ما ينفعش ان انا مثلا احط العربيه بتاعتي في الجزء بتاع المخصص في الفريمينج بتاع العربيه، لان هو بينزل من العربيه عايز شمال يلاقي مكان للكرسي بتاعه عشان يحطه. طبعا هو 3/4 الناس بتاخد المكان ده لانه بيلاقوه فاضي، فما بيصدق يروح جاي راكن فيه. بالزبط. ما بيفكرش ان في حد تاني بالتاكيد اكتر احتياجا لهذا المكان. بالظبط. ففي حاجات بسيطه انا يعني مثلا برايل، المترجم الاشاره. يعني انا بدعو الشباب والطلاب بتوعنا ان هم يتعلموا لغه الاشاره، لان هي عباره عن لغه هو ممكن يساعد بيها او يساهم بيها بطريقه تطوعيه. لو موجود شخص مثلا ما بيقدرش يتكلم، هو ممكن ان هو يساعده في اي مصلحه حكوميه، ان هو يساعد الموظف انه يفهمه مثلا. صح. فزي ما يتعلم انجلش او فرنش او كده، يتعلم لغه الاشاره دي حاجه برضو يعني مهاره من المهارات اللي هو ممكن يساهم بيها يعني. طب بما انكم مشاركين في الحوار الوطني، مشاركين في كاب 27 ورايحين ان شاء الله؟ ان شاء الله. احنا مشاركين في كل حاجه. مصر بتتغير بجد، صح؟
طبعا مصر بتتغير ولا ده في خيالي انا حالم مؤمن جدا باللي جرى،